طيب الله أوقاتكم مشاهدي قناة المرابطون في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد. أخيرا أصدرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية تقريرها السنوي الذي يتناول تقييما ومسحا شاملا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، تقرير بدأت هذه المؤسسة إصداره منذ 3 سنوات. تقييم مؤسسة المعارضة الديمقراطية هذه المرة وصف الحالة السياسية بالمتدنية، حيث انتهج النظام، يقول التقرير، النظام الغائم التغييب، واصفا سلوكه بالارتجالي من خلال اتخاذه خطوات استفزازية لشركائه السياسيين. فيما قيم التقرير الوضع الاقتصادي حسب ما اعتمد من مؤشرات ومصادر بالتراجع في الأداء الاقتصادي وارتفاع في المديونية الخارجية مقارنة بمديونية دول الجوار والإقليم، حيث وصل مجموع الديون حسب التقرير 100% عام 2016 من مجموع إجمالي الدخل الخام للبلاد. التقرير عرض أيضا لبند مبوب تحت عنوان الحكامة ومحاربة الفساد، حيث أورد أن النظام الذي حمل شعار محاربة الفساد في أكثر من خرجة إعلامية بات اليوم أقل اقتناعا بهذه القضية، حيث إن التقارير الدولية والتحقيقات الاستقصائية كشفت حجم الفساد والتستر عليه من قبل دوائر حكومية مذكورة بالاسم، بالإضافة لصفقات التراضي المشبوهة مع شركات أجنبية بل ومع شركات وهمية أحيانا. أخيرا خلص التقرير إلى أن الحالة المعيشة للسكان جد صعبة، حيث ضعف في القوة الشرائية وتراجع وتدني لها على مستوى المدن وانعدام للقوة الشرائية في الأرياف. لكن في المقابل أين هي مؤسسة المعارضة من كل ذلك؟ ماذا قدمت للمواطن غير التصريحات اللفظية والبيانات المحرضة؟ كيف لها أن تغير واقعا مسحته بالأرقام والدراسة واعتبرته واقعا مأساويا بكل المعايير؟ هل آن الأوان لتوحيد جهود المعارضة والوقوف في وجه النظام والحكومة القائمة؟ ماذا تنتج البيانات غير بيانات مضادة لها من الطرف الآخر؟ كيف للمعارضة أن تدعو لحوار سياسي جديد، وما هي ضمانات نجاحه في الوقت الذي تقول فيه المعارضة إنها غير مستعدة للعمل مع الحكومة تحت الطاولة لأنها معارضة تحترم القانون؟ كيف تكون مؤسسة المعارضة لاعبا فعليا وإيجابيا في الساحة اليوم وهي تقول إن الحكومة تعيق عملها وترفض لحد ساعة إصدار مرسوم تطبيقي للقانون المنظم لعمل مؤسسة المعارضة؟ أخيرا، ألا يجب أن تستقيل المعارضة بكل أحزابها بكل تسمياتها وتترك الشعب لمصيره، فهي لم تقدم له أي شيء؟ أسئلة بين أخرى أطرح هذا المساء على الأمين العام لمؤسسة المعارضة الأستاذ دومو العبد الرشيد. أهلا بكم السيد الأمين العام. أهلا، شكرا على تلبية الدعوة. تقرير شامل شمل مسحا سياسيا الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، يعني تقييمكم أنتم كما قدمتم هذا التقرير؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ما قلت في المقدمة اللي جابت قدر من الأسئلة مهمة، هذه مؤسسة المعارضة نختار بعد المشاهد تم دائما لا نفقدوه بأنها عدلها المشرع من 2006 إياك تضمن أساسا في القانون نقد عمل الحكومة، وفاهمين هذا أن في دولة ديمقراطية وبداية الديمقراطية لأن فهم الحكومة معنية بالإنجازات، وفهم رأي آخر ثاني الواحد فيها لا ينقده نقد إيجابي كانت تتحسن حالة المواطن الموريتاني، هذا هو الهدف من ذا النقد، وليس نقدا تحريضيا ولا هو نقد من أجل النقد. هي فهم حكومة موجودة وفهم مدة معارضتها وفهم مشرع قال لأن هاي المؤسسة تعنى بنقد عمل الحكومة. إذا عمل الحكومة يتجلى فاش بوابناها على أبواب عدة، واحدة الحالة السياسية البلد، واحدة الحالة الاقتصادية والاجتماعية، واللي قالوا الحكامة وشد الأخبار فيها، وخلصناه بشنو هما الطرق اللي قد يعالجوا ذا، وذا كله نين نقوله باب نخلصوا له بشي قد يعدل فيه من التحسينات. والهدف اللي عندنا هو المواطن الموريتاني انه يعيش حياة كريمة في دولته وعنده حكومة تشرف عليه قابضة ضرائبه، واللي الدور منه انه حالته هو تعود مضبوطة ومحترمة ولا يقد يخلع على جهة واحدة.
هذا هو موجب تعود فم هاي المعارضة، وهذا العين الأخرى اللي طبعا ما هي في القارب اللي ماشي فيه الحكومة، ياك تقيموا لين يعودوا في جو ديمقراطي اللي تقول المعارضة كاملة من النقد وفطن تقولوا الأغلبية ويقولوا حد قاع ما هو متموقع، يا الله ينقبض بعين الاعتبار، ذاك هو الهدف الأساسي. ونمرقوا من ذا الجدل إن فم أغلبية لا يتعدل كامل صالح، ومن ثم اللي معارضة واحدة فيها لا نقد من خلال أجلنا. العام المنصرم سيد الأمين العام لم نشهد بيانا يعني غير هذا البيان، بيان الحصيلة السنوية، ورغم أن الوضع السياسي كانت أحزاب من المعارضة تقول بتأزمه، كانت تقول بتأزم الوضع الاقتصادي، و يعني أين هي بيانات المعارضة، مؤسسة المعارضة اليوم، أم أنها احنا في مؤسسة المعارضة قررنا لأن نعدلوا هذا التقرير السنوي، طبعا حاولوا ننتقد حصيلة السنة وفات 2017 ما لها شهر، في حين تأخذ المؤسسة عندها بيانات حسب ذاك اللي موضوع اللي مهال بيجي عاقل ويخلق ذاك الاستفتاء اللي عاقل ويخلق وذاك الحوار، هذا من ناحية سياسية، عاقل يجيب بيانات مولي عن الحالة الاقتصادية للبلد يقير هذا بيانات مؤقتة ويعنوا حالة معينة، وهذا التقرير فهمنا لأنه تقرير شامل وسنوي وعطيناه هذا الاسم ياك تنجبار الحصيلة سنة كيف أنها وفات لين تخرص اللي عقب تعدل الحكومة كيف أنها جابت حصيلة سنة وحصيلة أهلة عمان، وحنا أصلنا تلالو كمونتانيين سايرتم حصيلة الحكومة على مستوى تقرير الحصيلة السنوية شفناها وسمعناها على أهل السنوات وجابت الإنجازات وبالأرقام، وهذا هو دور الحكومات اللي عندهم مال الشعب هي اللي تعدل الأطباق وهي اللي تعدل الطرق وهي اللي تعدل تربع من مستوى التعليم، ودور المعارضة اللي تحصل للناس لأنها تطرح الصبع لذاك النقص، هذا هو دور المعارضة، والمعارضة ما عندها بدجة موازية تعدل الأطباق ولا تحسن ولا تعدل العمل الأخر غير دورها تقدم لأن ذاك النقد اللي واضح هي كان الحكومة تفهم لأنها يا الله تعرف لأنها فم نظير وفم عين من مراها كانت تحسن منها ولا معطي لها للقارب تعدل ذاك اللي يتعدل هذا من هون يتفهموا الناس تفهم لن اللي قايسين هو شنو لين يخلق ذاك التبادل السلمي على السلطة ذيك الفترة اللي كانت من الناس عاطيه الشعب الموريتاني فترة من الزمن ويحكم ربما إذا شاف على الأداء وعلى فترة من الزمن مأمورية والله ثنتين والله حسب ذاك اللي نعطاله من الزمن قد ينقده هو كان يجيب بديل جميل صالح جميل. إذن هذا اللي نفهموه عندما نتدرج منهجيا هذا اللي نفهموه نشوفوا منهجية التقرير سيد الأمين العام كاملة نتدرج منهجيا في هذا التقرير أو الحصيلة السنوية أولا أول ما عرضتم له الحالة السياسية التي قلتم بأنها تميزت بالتجاهل والتغييب سياسة التغييب والتجاهل التي انتهجها النظام لخصومه السياسيين بلغ به الارتجال والمزاجية يعني مجموعة من اللوجة اتخذ خطوات استفزازية هذا ذكرتموه في تقريركم مستوى كبير من الإجماع الشعبي والتشار السياسي كجراء استفتاء شعبي شمل إلغاء مجلس الشيوخ تغيير العلم النشيد الوطنيين يعني حتى فلسفة التعاطي مع قضايا الشأن العام يعني انتقدتم هذا الوضع في التقرير كيف لم تنتقدوا هذا الوضع قبل إصداركم لهذا التقرير كما انتقدته أحزاب المعارضة الأخرى أو الأحزاب حتى الآن المنضوية تحت لواء المنتدى وغيره الأول نقدوا نوه بأنه عمل أحادي لا يتواسى مؤسسة المعارضة به اللي بقوة القانون هذه مؤسسة المعارضة ما ناص عليها القانون لأنها تشاورها الحكومة في كبريات الأمور اللي تهم الوطن إذا قلناها أكثر من مرة لم تتم مشاورتكم حينها إلين يعود لا يعد الحوار وطني وفم مشرع وفم مؤسسة معنية الأول يا الله تشتد أخبارهم عادي مؤسسة المعارضة به اللي الشأن عام هاي خطوة ما خلقت قلنا في الوقت المناسب لأن الحكومة عدات فرع من الشرع واضح هذا من هون نختار نقول توبة لأنه هون كدولة مؤسسات ومؤسسات وحدلوا من الدور قلنا لأن لين تخطات الحوار وباو شاورهم فيه وباو يقبوا رأي مؤسسة المعارضة فيه معناها لأنهم قاصدين يتخطاوها شوراش ذاك اللي شوروا مفتاح الأحزاب السياسية لك الأحزاب السياسية اللي خلق منه ما خلق إجماع سياسي وهذا الموريتاني كامل يعرفه واللي كان مديور من ذا كامل يخلق إجماع سياسي ويخلق وضع مؤبزي مهدئ
ياكل عود العمليه المقيوسه قابلتها الناس كامله. هذا ما قلتم، كنا خايفين منه. قلتم بانه خلق شرخ بين النظام وجزء طبعا كبير طبعا اللي له يعود اللي رفض كامل ذاك الحوار معارضته، بل تجاوز ذلك ظهر كتل وتيارات رافضه لهذه التغييرات داخل المنظومه النظام، كتله النظام طبعا والداعمين اللي يرفض كامل تحت قطاع المعارضه، مع حين اليه مؤسسه المعارضه بيليه مؤسسه المعارضه بصفه خاصه عند هذوك احزابها المنضويين تحت الممثله في البرلمان، غير هي معنيه كذلك بتعطير العمل السياسي المعارض كامل، يسوى منه اللي في البرلمان يسوى اللي من ما هو البرلمان. المهم اعلنا اللي كنا قايسين ذاك الاجماع السياسي بيلي ندور بلدنا يعود فيها ثقافه ديمقراطيه لا هي يعدل كامل عموما تعود قابلته ومشاركه فيه بنعم والله لا. كيف ذاك الاستفتاء اللي كان عاد عند الناس كامل من الطبيعي واللي في الديمقراطيات كاملين، لان فهم واحدين يقيسوا نعم ولين يخلق هذا برضاء الناس بكثرية بسيطة ويخلق ذاك الله اللي رافضه ويبرر علاش هذا العمل مع الأسف ما خلق إنين ما خلق هذا فهم جزء من الطيف السياسي ماسي لأنه ذاك الحوار أنه هذا ملزمين به اللي ذوك اللي مشاو في ذاك الحوار غير بعد هو عاد يعني الموريتاني كاملين وما أشفي من هون تجي مؤسسية المعارضة قبلته وقبلت نتاجه كمؤسسة في كيانة الموريتاني كاملة هي مؤسسة فيها قرر نقدته في الوقت المناسب يعني ولا هي تقول لأنه ما خلق فيه إجماع سياسي وذاك هو مع يعني الأسف يعني انطلاقا من هذا كيف تتقاطعان مع المعارضة الأخرى أحزاب المعارضة الأخرى وأنتم تتشبثون بقانونية مؤسسة المعارضة يعني وأحزاب المعارضة الأخرى تتشبث بقانونية كونها أحزاب سياسية تمارس السياسة لها الحق في المعارضة لها الحق في التظاهر السلمي لها الحق في التعبير عن رأيها السياسي هي الأخرى وطرحها السياسي. احنا نعود قايسين أن دولة مؤسسات مؤسسية الأمور كيف قلت لكم في البداية الموريتاني 2006 قرروا أنهم ينشروا المؤسسة وأعطاوها ذي اسم مؤسسة المعارضة وقالوا لها بالحرف الواحد وبالمكتوب أنها معنية بذول ممثلين في البرلمان ومعنية بذول ما ممثلين في البرلمان ومعارضة الموريتاني كاملة قال لها المعارضة. طبعا داخل ذاك المعارضة ذاك التسميات اللي عندنا احنا داخلية واحدة متينة واحدة حابوس واحدة بات وذوك الاسميات وذوك مسويات مداولة داخلية هي بعد معارضة كاملة وقابلة لأنها تعارض ومنين حد يقبلها لأنه يعارض معناها لأنه عاد ملزم بأنه ذاك اللي فيه المعارضة على العموم يمشي فيه يقير ذيك المعارضة وأطرت الناحية المؤسسية لين تعود حكومة محترمة نظامها ومحترمة قانونها يلا تعطي لهذه المؤسسة دورها وتخليها تلعبوا تلعبوا فاش تلعبوا في مشاورتها بهذا المجال لين عاد لا يجلس حوار سياسي عاد لا تهتم بالاستفتاءات ولا تهتم بتغيير العلم هذه أمور كبرى لا تهتم بالسياسة العامة للبلد هاي المؤسسة اللي في التقبل المشرع اللي رأيه مازال هون موجود يلا وتوف تشارك في ذا العمل هي وأحزابها أراهم يبقاوا الأحزاب الأخرين اللي ما هم ممثلين فيهم ينشاف الدور اللي قدوا يلعبوا فيه هذا الجانب نختار نكرره وعدنا في آخر مأمورية منه به اللي هذه اللي هي تعود هي آخر 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 مؤسسة بعد في ذا البرلمان به اللي هي تتغير حسب المجلس النواب الله يجي بيننا معاه ما حدا يجي نواب أخرى جدود ومؤسسة ثانية جديدة اللي تعكس الطيف السياسي اللي تلحق دي الوضعية قدامها بالذات هذا اللي نعوده دولة قانون ومحترمين المؤسسات هي دورها واضح ويلا حد يحترمه لين تنقص فيه الحكومة ولا تعدله يلا تفهمه لأنها تخطأت فرع واضح من الشرع في المجال في المقابل على ذكر الحكومة في الوقت الذي تقول فيه مؤسسة المعارضة أنها غير مستعدة للعمل مع الحكومة بحجة أنها ترفض حد الساعة مرسوم تطبيقي للقانون المنظم لعمل مؤسسة المعارضة يعني تبقى بيانات هذه المؤسسة مجرد بيانات تبقى الأرقام والمسح الذي تقدم مجرد مسح كأي أرقام تشكك فيها الحكومة تشكك فيها الأغلبية الحاكمة احنا عندنا احنا فهمنا لأننا نعود أمام حكومة ديمقراطية والقائمين عليها هم نفوسهم في جل ديمقراطي هل هم ديمقراطيون؟ بعيد فيهم يعودوا ذا في الحقيقة عارفين لأنهم عندهم شيء بقوة القانون متعاملين معه هو شيء مبوب عليه وهو ميزانية الشعب الموريتاني وعنده شيء يا الله يعدل إلا إما معترف به نعدل المؤسس العمل المؤسسي كامل كان نطلب من الناس تقبل شيء كامل صادر عن ذيك المؤسسة شيء بين مؤسسة البرلمان مؤسسة المعارضة مؤسسة الرئاسة مؤسسة لماذا لا تستقلون إذن وهم لا يريدون ما هي من قد استقلال ما قد هي وإذا طمع عليها هي اللي نعود نعدل العمل السياسي نختارهم برهن للشعب
وللرأي العام الوطني والدولي، لأن مع الأسف هاي حكومة ما هي ديمقراطية. يا الله من هون يعود الشعب اللي يصنت النظر من الشباب ومن طلاب ومن الصحافة ومن أطر كبار ومن برلمانيين يفهموا أن هذا علينا وعليهم، أن هذا العمل اللي يا الله نسعى فيه لا ترسيخ الديمقراطية واحترام المؤسسات به اللي هاي الدار قد إن شاء الله يعني يعدل هذا الزرق، ولا يجبر حزب كان مؤسس إنه حاكم أقليبية صبح لا يجي ذيك الدار بقصف حد بإنه عاد أقلية فيه، لا يتحكم مادة أخرى ثانية ويعود هذا التناوب السلمي اللي ندوره ويعود مكرر ثقافة هذا. سيدنا من عم سنأخذ فاصل قصير ثم نعود لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، حلقة هذا المساء برنامج المشهد، والتي نناقش فيها مشاهدينا الكرام التقرير السنوي لمؤسسة المعارضة المسح السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في موريتانيا. نلقاكم بعد فاصل قصير، تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدي قناة المرابطون في كل مكان إلى الجزء الثاني من حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، والذي نناقش فيه التقرير السنوي لمؤسسة المعارضة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. رحب بكم مرة أخرى سيد الأمين العام لمؤسسة المعارضة السيد دومو عبد الجديد. يعني أنا طرحت عليكم سؤال قبل الفاصل، لماذا لا تستقلون ما دامت الحكومة كما تقولون لم تصدر مرسوم تطبيقي للقانون؟ هذه المؤسسة قانونية ولديها قوة القانون، قلتم بأنها غير ديمقراطية. هي اللي يلا طرح عليه العار استقال لما يطبق القانون، لا اللي شارف على تنفيذ. يلا أجمل للحكومة يلا تستقال لأن تعرف أنها ما يطبق قوانينها ولا يمحترم دستورها. يلا هي اللي ولت تستقيل. ويلا مؤسسة البرلمان اللي نشوا الجمعية الوطنية رأيهم يصنتون هون لين شافوا لأن هذا مد متنا العزم لأنها ما تحترم قانون مشرعين وهم يا الله يوقفوا عندهم كاملين كمشرع. العملية ما من جهة واحدة، يقع استقالة المؤسسة والله اختفائها، يقعد قد ما هي موجودة بيه اللي احنا ضرق وضمن تقييم مؤسسي عموم اختفات منا مؤسسات في دولة موريتانيا كانت هي قاعد تختفي. لماذا ما سعينا في أنها تختفي كأغلبية والله كمعارضة وخليناها فهم أنها تعود ما تعدل عملها؟ هذا اللي يا الله التقييم المؤسسي اللي يعدل اللوديت انستيتيونال اللي حد لا يعدل ومحترم وهام انه يمرق ذا البلد، مش يلا مؤسسه كامله ما معطي لها دورها يلا توقف وتختفي. جميل جدا. اللي هي اموال عموميه وانت واضح فيك على انك دايرهم غير ما هم مهمين عندك، هذا من ناحيه لك والفساد بعين ذاته. عندك روايه واضحه انها عندها دور وتعطل انت. علاش الحكومه ايش قال لها في مرسوم تطبيقي؟ قط قاع شفت وزاره اليوم مجادلة هي لسبت أنها مؤسسة مرسوم تطبيق ما بيتعدلوا شين هي الخلفية اللي من وراء دكري دابليكاسيون دين الواء ما قد تخلق هذا نيني عدلوا مدى معناه أنه مؤشر واضح لأني أنا هذا الجزء من قانوني ماني محترم، هذا خطير بيلي هذا كني يرتفع الرئيس الجمهورية يعرف لأنه هو اللي حالف على الدستور موريتاني، هو اللي مقارنتي الدستور والقوانين ما قد يسكت عليها، ما قد تعدلوا بها الأخلاق وينسكت عليها. ماله ما يعرف هذا الوزير الأول والله هذا الوزير المالية والله ذاك اللي تابع له قد يكون رئيس على علم بكل هذا. هذا هو دور الإعلام. جميل. دور نحن إياك نرفع لأن هذا فهم خلل والخلل يعدل وتقطع مدى مرحلة لا تعود متنا العزم. نتجاوز إلى البعد الاقتصادي الذي بوبتم له في التقرير السنوي،
تقولون بأن المعطيات الرقمية المؤشرات الاقتصادية التقارير الصادرة عن الجهات المختصة وهذا ذكره التقرير تؤشر على استمرار تراجع الأداء الاقتصادي ومعاناته من عدة اختلالات. فقد شهد الدين الخارجي تراجعا صاروخيا، يعني قلتم بأن الدين وصل 100% من مجموع الإنتاج الخام عام 2016 على الأقل. يعني سمعتك لا يطول عليك بيه هو طويل، لكن قبل وقتته جانب اقتصادي احنا جبنا به مؤشرات وارقام خارج منهم ارقام في على ما اعتمدت هذه المؤشرات. تبارك الله ذاك الايام الارقام اللي يعني فيهم نسبه النمو انا اقدر تشوفه في التقرير الحكومه فيها كان ماشي من 6% 2014 12 وصلنا اليوم لحدود 3%. هذا التراجع واضح في نسبه النمو، ونسبه النمو واضحه روايته. احنا السنوات الاولى اللي اربع ايام كانت فهم طفرة متينة من المواد الأول الأساسية الأولية وخلق تراجع فيهم متينة في أسعارهم، وذيك النسبة رجعت إلى 3%. والاقتصاديين كاملين ترجع نسبة النمو، ما يقدر حد يشحدها ولا يقدر يقشمع لها رأسه بيه. نسبة النمو هي اللي تطفق معاها البطالة وتطفق معاها ذاك الأمور الأخرى في توزيع الاريشس اللي هو الغناء وذاك، وهذا واضح لأنه فيه تراجع. وجاء التراجع عمو لله يمتان في السنة الجاية اللي سنة جفاف والتطهرات المطرية ما خلقت، ولا يخلق تراجع في شقيه النباتي والزراعي. الزراعي معناها والحيواني، ها مؤشرات واضحة لأن نسبة النمو في بلادنا تدنت شيء جاي من 7% إلى 3% واضحة لأن الفجوعات تمتين. المديونية واضحة لأنها فعلا لحقت 100% معناها لأن قدرتنا الاستيعابية المزنة لأن الدين عليه في أجيالنا القادمة قريب علينا كملناها. طبعا هذه مقارنة بشبه المنطقة زادت في حدود 80% و70% وإحنا ززناهم بالعجلة في ريتم أمتن منهم. خلصنا عليه اللي جات نسبة البطالة اللي متينة المزات لنا مرتفعة. هاي نسبة البطالة اللي مزات في حدود 30% حسب المؤشرات كاملة اللي موعودة معناها لأن عندنا مشكلة كبيرة. وهذا اللي قالوا معناها لأن النمو واضح، مؤشرات وتداعيات وعات واضحة. اللي كان تقلص قبيل البطالة إلى 5% و6% و10% يعود نسبة النمو اللي عندنا هيك هي قلت تبرأ لأن عاتية تدنات فعلا. هذا قاعد واضح بالنسبة البطالة. إذن هاو أرقام واضحين الناحية الاجتماعية. استقيتم من تقرير الحكومة؟ تقرير الحكومة اللي على الميزانية واللي على الليست اللي عند الحكومة بيلي هاي أرقام 6% اللي كانت عندنا احنا قلناها 2014-2012 و 3% اللي متواجدة حسب آخر معطيات المسوح اللي لا يدجي معطيات رسمية. احنا اللي عندهم مركب ليزيستيماسيون اللي قد يعدلوا هذا بيلي هذا الجانب بصفة خاصة في مسوحات نحن وإحصائيات نحن كيف تعرفوا ماهم سنوياً ويعادلوا على السنة والله انتين ولي كونت ناسيونو في الحقيقة دائما اعتماداتهم لابد لهم قدر من جهاز إحصاء امتين متوفرين فيه المعلومات ويمشوا. اللي منهم تخطى بعد سنة والله انتين يحسنوا ويحينوه، واللي مازال لمستوى تخمينات هم اللي عدلوهم على البنك الدولي وFME ولين يعرضوهم يعودوا على متناول نحن ذي النساء الأخرى. بوبتم أيضا على الحكامة ومحاربة الفساد، قلتم بأن النظام بدأ في خرجات الإعلامية محاربة الفساد تراجعت حربه على الفساد. اليوم هناك دوائر حكومية ترعى الفساد، جانب الفساد هذا بصفة خاصة هو انقبل كشعار فعلا قبلت حكومة فترة من الزمن، وهذا الشعار بيان قالوا الناس معناها لأنه حتسمعوا كامل محاربة الفساد اللي تشوفه في العالم كامل موجة الناس قابلتها والأحكام اللي فيها قدر هاكم الشعبوية تزيدها حتى وتعطيها. لكن هذا النظام قدم مسؤولين كبار إلى المحاكمة مؤسسات إلى التفتيش. ما هو الأساس إذا جانب هو الفساد عنده روايات أخرى ولا قاعد علينا نطلع عليهم إحنا ضرك والحي لك باقي لا يطالع عليهم إلا بعد فترة من الزمن إلين تعود الناس تقدر توصل للمعلومات الأساسية. وهم فيهم ياسر ضرك فرق له يختفى بقدر من شيء اللي لاقينا صفقات التراضي. صفقات التراضي هو مبوب عليهم في قانون موريتاني يقير هي فهم السلطة لا يتميز يكان يلا نعطى الله ما ينعطى. إذا انتظرك اللي فيه اللي قد كامل يشوف أنه يلا يعطيها يقد يعطيها حتى ويبررها يقير مع الزمن منذ كان هاي الصفقات اللي بالتراضي اللي تكثر يكثر حجمها ويعود قدرتهم الفضل قاستهم تينة. هذا الحقيقة واضحة لأن أدفهم يد خفية، يكل يد الخفية تستفيد من هذه الصفقة ما بالضرورة نعرفها ضرك
ويقدوا يمشوا للحكومه وذاك اللي معاها ما فهمت وتقدر بعد عماء ولا مؤشرات وندور احنا هون من المجال انا لين نشوفه مؤشر من نرفت عليه الانتباه ياك يفهم اللي معني بالتسيير لان فهم مد على الاقل بعد يعني بلدها جميل وهذا مؤشر وصل عنها اني بيست يلا توقف الحاله المعيشيه والاجتماعيه للسكان قال التقرير بانها متدنيه في المدن منعدمه في الارياف يعني القوة الشرعية ضعيفة بشكل عام لا يتشوف بالعملة اللي يمكن انها صدرت هاي العملة اللي يمكن انها صدرت كنا في مستوى من الاسعار خلاص اليوم اسعارها هي طبعا هو مفتوحة الان مارشي معناها لان المرصة السوق هو اللي حدد قيمتها غير هي بعد عني نعلن عليها بدأت تتراجع في اليورو رانا قلناها ماشي تقربت من 450 اليوم والسوق هو بدايته خالق منه شيء ما خالق مادة لا يتمشي تعتمد سياسة دولية ما تأثر بها السوق اللي ماشي فيها اللي يقعد الناس ما هي متأكدة أن أموالها لا يتنحفظ ولا هي متأكدة هم اللي هامهم شنو ده طبيعي يعيقلي يقال اللي خطير فيها والأسعار اللي شايفينهم متصاعدين هل كان فعلا تغطية على ضعف القوة الشرائية ولا يضاح فيها هي من ناحية أنها تقوى بيك لا سيبرسيون دي زيرو رقع ما طرحه مشكله يقال احنا يلا نشوفوها لا من قد بالمقارنه انت تعود تمشي اليوم لا تعود مارون زاد والسكر زاد ومكرون زاد واللي حاشبيه الناس معناها لان فهم عاد مرده ما هي اذا المهم لان المؤشرات كامله اللي تعطي لان الاسعار بدؤوا ينزادوا لا هي تجيبهم نسبه الفقر اللي عندنا هاي نسبه الفقر هم اللي كبيره يعني انديكاتور ماكرو قالوا الناس كبير غير هو في الحقيقه جايب ياسر لا ديسباريتي في الداخل احنا نقولوا 46 منا مزات فقراء يقير ذيك الداخل لا ديسباريتي من دراك كان ما يزيرناها هذو الفقراء منهم كان فيهم الفقر المتين شنو هي نسبته جميل ومنين في المدن ومنين في الرياف الريف لا ينختمهم الريف اصلا عنده قوته شنو لا تعود سنته زينه عنده قدر من الزرع اللي قد يعدل به حياته وعود لبنه موجود وحيوانه ساكن هذا انت لا يتخرص العام مع الاسف ولين يجوا عقب ذاك هي اللانيتريسيون وهذول اللي عدوا لي بلا على ماترها ودور يعرفوا على السنه فعلا متين لم العمل الوقت بدا ينفذ فعلا ماذا قدمت مؤسسه المعارضه للمواطن بايجاز يعني هذه الرساله ستجيبونها بايجاز المواطن اللي تصنت لنا مؤسسه المعارضه عباره عن ذيك الناس اللي تزرقوا انتم عليها لا يختفي عليكم شيء انتم تزرقوا على شيء من الدبيتات شيء من النواب وتحت قطاع معارضه ويجوا اليوم في البرلمان وعلى اساسهم ذوك النواب من الاحزاب كامله المعارضه والمكونه منهم مجلس اشراف مؤسسه المعارضه. هذه المعارضين كاملين من النواب دورهم نقد الحكومه ودورهم تنعات نقاط الضعف لها من اجل ايش؟ من اجل لان تعود حكومه تحترم راسها لان ينقدها نايب والله ينقدها رجل سياسي يلا تشفري تعرف عن هذه المقايسه والله تعود مطيبته وعارفته من اجل المواطن. جميل المتن. جميل في نهايه التقرير قلتم بانكم توجهون دعوة لرفاق الدرب في المعارضة الوطنية من أجل حثها على المزيد من الوحدة واللحمة يعني يضمن خلق تناوب فعلي على الاستحقاقات الرئاسية القادمة يعني ما طبيعة هذه الدعوة المديور من المعارضة سياسية هو سياسيا حد ما يعارض من أجل أن يتم الله معارض هو ما يجد حد قال له الله يرحمه كان معارضه هو المديور منه معارضة منهجية لأن تعارض تجبر السلطة أنت كل حزب اليوم في المعارضة يا الله الصبح يتوقع لأنه يحكم يحكم الله بالزرق ويحكم الله بصناديق الاختراع والتناوب السلمي للسلطة هذه المعارضة اللي انت عودي تبقي توصلي للي الدوري توحدي ومتني جهودك ومتني لحمتك كانك توصلي للتناوب السلمي للدوري وما لن أعطالك انتظار عليك تعرف ايش الراس كانت تلحقيك المرحلة شكرا لكم سيد الأمين العام لمؤسسة المعارضة الديمقراطية دمول عبدي ولجيد كنتم ضيفنا في حلقة هذا المساء للأسف انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة شكرا أيضا لمشاهدي قناة المرابطون في كل مكان إلى أن تجمعنا حلقة قادمة تقبلوا تحيات فريق العمل وهذه تحياتي دمتم في حفظ الله وأمانه.